هل أفضل صيام الاثنين والخميس أم صيام أيام البيض؟ أثبتها صيام الاثنين. صيام الاثنين هو الذي حث عليه النبي صراحة صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين. قال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم أموت فيه. فيوم الاثنين أفضل الصوم. الخميس جاء في بعض الروايات أنه ذكر الاثنين والخميس، ولكن الاثنين أثبت من الخميس. أما البيض فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة وغيره أنه قال: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أي ثلاثة أيام في الشهر العربي؟ أي ثلاثة أيام؟ ولكن جاء في بعض طرق الحديث عند النسائي هي 13 و14 و15، فلذلك سموها الأيام البيض. والحديث مختلف في صحته، لكن إن شاء الله أنه حسن. فالأفضل الاثنين، لو صام كل اثنين يعني ثلاثة اثنينات مثلا في الشهر، وتكون صام ثلاثة أيام وصام ثلاثة اثنينات، هذا أفضل شيء.